التمرين 11، الجدول التالي ناقص، انقله ثم أكمله. هنا أعطانا الأقسام، القسم، وهنا عدد الذكور، وهنا عدد الإناث والمجموع. الأولى أعطانا، هنا أعطانا مثال، ونحن سنحسب عدد السنة الرابعة، الجيل الثاني. إذن هذه العملية تحتاج آلة حاسبة. تسعة وعشرون ناقص 16، تسعة وعشرون ناقص 16، ثلاثة عشر، ثلاثة عشر، العملية اللي بعدها أعطانا ثلاث فراغات. ماذا نجعل؟ ماذا نفعل؟ 27 زائد 29 زائد شيء تساوي 90. إذا ماذا نفعل؟ العملية العكسية، نجعل 27 زائد 29 نجد ذلك العدد، ثم 90 ننقص منه ذلك العدد فنجد هذا العدد الذي نحتاجه. ستة وخمسون ناقص تساوي 34. ونفسها في كل مرة، وهكذا فعلناه في كل مرة ووجدنا النتائج. انتهى حل التمرين 11. كيف ملأت هذا الجدول؟ هناك خطأ، 27 ماهيش 34، كاين خطأ هنايا، لازم هذا زائد هذا يساوي هذا. حاجة واحدة أخرى، هذا زائد هذا 20، وزائد هذا يا هما يساويش هذا، لازم هذا زائد هذا زائد هذا يساوي هذا. إذا شكرا على المحاولة. لاحظ الطريقة كيف نعمل. هما الآن ماذا نقول؟ عندنا أربع مجاهيل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نسميهم A B C D، نسميهم أربع مجاهيل A B C D. ال A هو هذا. ال A ماذا يساوي؟ ال A ماذا يساوي؟ يساوي هذا ناقص هذا، إذا يساوي 29 ناقص 16، يساوي هكذا 29 ناقص 16، 9 ناقص 6 3 13، إذا الآ يساوي 13.
هذا المجهول الأول نتفق عليه، الـ i يساوي 13، الآن هنا مجهول وهنا وهنا، من الذي أجده أولا؟ نختار هذا مثلا، نختار هذا أو نختار هذا أو نختار هذا. هذا كيف نجده؟ هذا زائد هذا زائد هذا يساوي هذا، نستطيع أن نجد ب أولا. ماذا يساوي ب؟ يساوي 12 و13، كم تساوي؟ 12 زائد 13 كم تساوي؟ 12 و13 كم تساوي؟ نجمعهم ثم ندير البي ماذا يساوي؟ 45 ناقص هذا زائد هذا، إذا 45 ناقص المجموع هذا هو البي كم يساوي؟ هذه هي 25، 45 ناقص 25 إذا تساوي، أي سهلة، تساوي 45 ناقص 25، 5 ناقص 5 0 تساوي 20. بالنسبة للسي بي سي، بالنسبة للسي هذا زائد هذا 31، هذا زائد هذا 31، وإذا نقولوا 45 ناقص 31، 45 ناقص 31، 5 ناقص 1 4، وربع ناقص 3 1، إذا 14، إذا عندي 14، 14 هو الجواب. نتحقق هذه 10 20 45، تبقى الأخيرة نفس الشيء. كيف أجد دي؟ كيف أجد دي؟ أجمع هذا وهذا. إذن هناك طريقة أخرى في الإجابة، ماذا أقول؟ أقول 90 ناقص 27 ناقص 29، 90 ناقص 27 63، 63 ناقص 29 34، إذن الجواب 34. لو أريد أن أتحقق، أتحقق مرتين، أتحقق حسب السطر وأتحقق حسب العمود. حسب السطر كان عندي تحقق 2 3، وعندي حسب العمود 1 2 3 بسرعة. هذه هي معطيات تكون صحيحة، 10 20 والعشرة والعشرة 20، 20 و9، الأربعة والصفر 4 1 2 3، وهذه زائد هذه تساوي هذه 40 و40 و5 و5. الآن هكذا مش عندي، عندي هذه 5 و0 5، عندي 1 و1 و2 4، عندي 15 5 و6 11 11 و4 15، عندي 1 ونحتفظ بالواحد، 1 2 3 4، إذن الجواب صحيح ويكون هذا هو الجواب. في الحقيقة كاين تمرين أصعب منه في نفس فيه خانات أخرى، فيه تمرين أصعب منه، ولكن هذا التمرين هو سهل، من الفئات السهلة. إذا ما نسيته أنت، ما نسيته أنت، نسيت المحقق كونان. كونان ماذا يقول لك؟ تحقق من عملك قبل أن تغادر الورقة، قبل أن تغادر هذا العمل تحقق منه. أنت لم تتحقق منذ قليل، لو جمعت هذا وهذا وهذا لما وجدت الإجابة ولو فكرت في طريقة أخرى في الجواب. إذن شكرا على المحاولة، محاولة جادة وجيدة، مشكور عليها، وهذا هو الجواب وانتهى الفيديو. إذن يمكن حل هذا التمرين شفويا، هل توافق؟ نعم. هذا العدد ما هو؟ 13. لا لا، أعطيني العملية.
29 ناقص 16. 13. هذا العدد كيف نحصل عليه؟ 12 زائد 13 كم تساوي؟ 25. هذا من يجي؟ يساوي يجي من 45 ناقص 25. صح، وهذا من يجي؟ من 15 زائد 13. كم تساوي؟ بدها 15 16. 31. وهذا من يجي؟ من 45 ناقص 31. وهذا من يجي؟ من 27 زائد 29. بدها تساوي 97. 56. 56. هذا من يجي؟ من 90 ناقص 56. الحق هذا عنده طريق واحد أخرى، تقدر تقول هذا زائد هذا يساوي هذا، الربعة والصفر، الواحد والزوج. نعم. انتهى حل التمرين شفوياً.